معي من بون الألمانية جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. هذا الموضوع، انتقال التنظيمات الإرهابية على رأسها داعش اليوم إلى أوروبا بعد كل الخسائر، كيف ممكن أن يفيدها وكيف سيساعد في القضاء عليها كما يتوقع كثيرون، سيسرع في القضاء عليها؟ موضوع يعني قيام تنظيم داعش بتنفيذ عمليات إرهابية خارج معقله، هو هذا كان متوقع جدا. والسنة يعني خلال عام 2016 جاء على لسان المتحدث السابق العدناني بأن التنظيم بدأ يتوجه يعني بأن تكون نشاطاته خارج معاقله، وبدأ يتخلى عن موضوع ما بين مزدوجين الخلافة والسعي على نشر الأيديولوجية المتطرفة. فإذا التنظيم يدير عملياته خارج معاقله مثل ما نجد، ويضع أوروبا خاصة نصب أعينه، كون أنه يعني محاولة من هذا التنظيم أن يخفف الضغوطات على معاقله في العراق وسوريا، وكذلك أنه بعض الدول الأوروبية هي دول فاعلة داخل التحالف الدولي، ظنا منه بأن هذه العمليات الانتحارية ربما تضعف يعني مشاركة هذه الدول في ضرب تنظيم داعش ومحاربته هذا ما يظنه. كيف سيكون نعم. الواقع على الأرض بطبيعة الحال بعد استهداف هذه الدول المشاركة طبعا بمكافحة الإرهاب؟ هنالك سياسات جديدة واستنفار أمني وكذلك تأهب أمني وإعادة سياسات. أوروبا أدركت بأن محاربة هذا التنظيم يجب أن تكون ليس فقط في الجهد العسكري، ولكن يجب أن تكون هنالك مواجهة للدعاية المتطرفة على الإنترنت مثل ما جاء في تقريركم، إضافة إلى أنه ضرورة مراجعة السياسات الأوروبية في موضوع محاربة التطرف داخل المجتمعات الأوروبية. فإذا هنالك أكثر من خط تتماشى سياسات أوروبية وغربية في مواجهة هذا التنظيم، بحيث بدأ هنالك جهد على الأرض بتفكيك هذه الخلايا. على سبيل المثال ما حدث في مانشستر، كان هنالك ردود فعل قوية من أجهزة الاستخبارات البريطانية بالكشف عن خلايا وعن شبكة ربما أوسع من الخلايا، وكانت مردوداتها بالتأكيد سلبية على هذا التنظيم من خلال الحصول على معلومات، على بيانات من خلال اعترافات المعتقلين. فإذا لها مردود عكسي على هذا التنظيم. نعم صحيح. طيب، إلى أي درجة طرقت يعني حضرتك بداية حديثك عن الأسباب وعن ردود الأفعال من الدول التي يستهدفها الإرهاب، وبشكل عام عن كل الطرق لمكافحة الإرهاب، تنظيم نفسه إلى أي درجة هو قادر اليوم على المتابعة في هذه الهجمات الإرهابية التي يعني لا ينفك يقوم بها كل فترة وأخرى في الدول الأجنبية؟ المعلومات المتوفرة عن هذا التنظيم بأنه يدير عمليات هذه العمليات الانتحارية هو من خارج معاقله، يعني ما يجري الآن في معاقله في سوريا والعراق هنالك جهاز أمني إلى هذا التنظيم، وباعتراف أجهزة الاستخبارات البريطانية بأن هذا التنظيم عنده هيكلية تدير العمليات الانتحارية ربما بحرفية أكثر. لكن مدى قدرة هذا التنظيم بالاستمرار؟ التنظيم خسر أنصاره، خسر مصادر البشرية، خسر أيضا التمويل. وهنالك نظرية تقول لا تحدثني عن الجماعات الإرهابية أو الإرهاب، حدثني عن المال. فإذا إيقاف التمويل يعني ضرب هذا التنظيم، وجد انه يعني نوعيه العمليات اللي هو استعرض العمليات خلال السنتين الاخيره هي عمليات فرديه يقوم بها شخص واحد لا تحتاج الى التمويل، وعمليات بصراحه صحيح استقطبت اعلام او اهتمام اعلامي، لكن من ناحيه استخباراتيه هي لا تعتبر من العمليات النوعيه بقدر ما تكون عمليات استخدام ما هو متاح الدهس والسكاكين لتنفيذ نعم. عمليات إرهابية للترهيب يعني، وهو موجود يعني بطبيعة الحال، هذا ما يقوله. طيب، إلى أي درجة هو اليوم يعني يخسر أكثر فأكثر بعد التركيز على هذه الهجمات في الخارج، خارج مناطق النزاع، خاصة وأنه طبعا هناك دول التحالف تحارب الإرهاب، ولكن بطبيعة الحال يبقى الوضع مختلفا عندما يصل الإرهاب إلى هذه الدول، وهذا ما يحدث.
نعم، أدركت دول أوروبا وكذلك الغرب بأن يعني الإرهاب لا يتحدد في جغرافيا، يعني الموضوع لا يتحدد فقط في معاقله، ولكن بدأ يطرب أيضا في دول أوروبا وكذلك الدول الغربية. لذلك أدركت أنه ضرورة معالجة هذا الإرهاب يعني بشكل جذري، يعني ليس محاربة داعش، وإنما يجب أن تكون سياسات بالتعاون مع دول المنطقة أيضا وضمن شرعية الأمم المتحدة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب في معاقله، وكذلك من خلال إعادة السياسات يعني إقليميا نعم، ودوليا. نعم. شكرا دائما لك سيد جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، على هذه المشاركة القيمة من بون الألمانية.